العباس وصيتهم شنو؟ لا تريحوا آل محمد، لا يشوفوا من عندكم راحة. فكل خليفة يأتي يصب جام غضبه على الإمام، حتى جاء وقت المعتمد العباسي وقيل المعتز، فما استطاع أن يبقى مع الإمام، فتحين فيه الفرصة حتى دس إليه سما نقيعا في رمان أو في ماء، وترك إمامنا يتقلب على فراشه وقد اخضرت ألوانه وثقل حاله وصار بدنه يرتعش بعد شباب 40 سنة، لكن ما يقدر يتحرك، السملة عبيه لعب. وهذا اليوم هم إمامنا الهادي عليه السلام أن يقف لصلاته، فأخذ الضعف من بدنه مأخذا، فصار إمامنا يرتعش حتى انقلب على وجهه، وصلى صلاته من جلوس، وما فرغ من صلاته حتى ارتمى على فراشه وصار يقبض يمينا ويمد شمالا. وقد استدعى جميع عياله ونادى على ولده الإمام العسكري، فجاء وجلس عند رأسه وهو ينظر إلى أبيه وقد غارت عيناه في أم رأسه وذبلت شفاته. وبينما كانوا ينظرون إلى إمامنا الهادي على تلك الحالة، وإذا بالإمام قد أغمي عليه، فصرخ أهله صرخة واحدة: وإمام، أفاق الإمام الهادي على صوت البكاء والعويل، وإذا به يرى ولده الإمام العسكري وهو يمسح دموع عينه. صار إمامنا الهادي يسليه ويصبره، يقول: يا ابن الذن لي واستمع لوصيتي، علم الله الأجر لك في مصاب موتك. يا ابني بوصيك بوصية لا تنوح مصيبتك، نوح للي بكربلاء بالخيل رضى وجثته. وأحسن يا عمي سمعني صوتك. نوح للي قطع وراس براضي كربلاء وظل 3 أيام مرمي من دماه مغسل، جثته ظلت رمية ولو صال مفصل، وشالوا براسه وعليلة والريح تلعب شيبت. ونوح يا ابن على الوديعة دخلت بمجلس يزيد، وداروا بوسط السكاك ونادوا عليهم يا العبي، وجدك السجاد يا ابني هم قيدنا بالحق، وينظر بعين خواته والوديعة عمت. قام الإمام الهادي وين على الفراش، قال له: يا أبويا توك تقول لي لا تبكي، أشوفك الآن أنت اللي قاعد تبكي وأنت مسموم. قال له: يا ولدي أسألك، هل سمعت أن علوية دخلت مجلس والحبل في يدها؟ قال له: لا يا أبويا. قال: عمتي زينب شطفوها بالحبال، أنا ما نكست راسي
عليه لجل ذبح الصناد. ما قصروا في الغاضر يا زلزل البيت عليك. نكس لراس دخول ما ينسى ذلها ووقفتها على الباب. وبينما كان يكلمهم وإذا بالإمام قد أغمي عليه أفاق وقال ولدي حسن وجهني إلى جهة القبلة. وجاه ولسانه مختلج بذكر الله ثم مد يديه وأسبل رجله وقال أهل بيتي في أمان الله وغمض عينه وأطبق فاه وأشرق النور من جبينه وفاضت روحه الشريف. اصرخ عليه غريب اصرخ عليه ما عند اهل. خرج الامام العسكري شاق الجيب ذبع مامته على التراب. ابو محمد ايش صاير بك؟ قال ابويا راح. تعالوا شيلوا الجنازة وياي. واحتملوا جنازته وجاءوا به إلى مثواه الأخير ونزل الجنازة بالقبور ودخل داخل الضريح. شوية طلع وهو يكفكف دموعه والتراب على راسه. إجا له واحد من العلويين قال له أبو محمد الله يعظم أجرك الله يجبر مصابك المفقود عزيز، بس قول لي يا أبو محمد يوم نزلت ملفوف بالكفن لو لا؟ قال إيه والله كفنت أبويا بيدي. قال ما لفيت ببارية. قال ما يحتاج ألف ببارية عند كفن. قال قبلت أبوك لو لا؟ قال قبلت على وين؟ قال قبلت على جبينه وعلى خده. قال لي يا ابو محمد خلي النواعي لجدك زين العابدين. تنعي وياي لولا. كل ما رفع جاذب توزع جاذب وطا من حيث جسم مقطعين بطعن الارم. خلى الجسد والهل دمع وبالوجد صاع. حيرتني يا عياب يا مهجة المختع. وين الزلزال يا أهل المارخ؟ سمعني صوتك. جابوا لك قطعة بارية وجمع وصاع ولفع عسى عن العمى ودلق وشار وحط وسط قبره وتخسر وين حنان. شمى ابن احرى والدمع بالخذ نثى. البيت عليك انت اللي تقرأ. انا قريت لك الابيات الاوليه. يا بوي لا اقضي بالبكا يا عمي غيرك ما شفنا مجفني ومن عقب ما يبقى ثلاثة ايام مرمي ولا لك غير وحش البر زوح. احرق قلبك شوية. حط ابوه في القبر ولا يسمع الصوت يطلع من منحر الحسين شي يصيح
يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا الطفل حطه على صدري يا ابويا الطفل حطه على صدري على صدري يا ابويا وخل نحره على نحري منه اللي امره مثل امري اسمع هالبيت بلا راس واولادي في قبري ما ونينا على زينب تعتب علينا ام المصايب ما نذكرها اليوم رجعوا التراب على اعمامته وعلى وجهه وشافت زينب ايش صاحت تقول لي يا علي يا ابني انش دمك فرد نشده يا ابني عادة الميت يصير على التروب خده شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده من وين جاي يا ابو محمد من وين هالجية قال من كربلاء قالت هنيالك هنيالك بعينك من شفته وبيدك يا حبيبي دفنته اخواني ما سألوا يا ولدي عن خته ما سألوا عني ما قالوا ايش حالي بهالمصايب أنا طول هالوفاة هذه ما قريت هالأبيات ضمنها إلى السادة ما سألوا عني قالت ما أعتب لا على الحسين ولا على علي الأكبر أسأل على ذاك اللي ذاك على صدره وقال قوم يا زينب الدين بكفالتي ضيعني وراح عني ويوم وصلت إلى قبره بس اسمع هالبيتين وأسألك الدعاء زينب تحكي عند قبر العباس شو تصيح خليني أسولف خويا خليني ترى ما حكيت 40 يوم ساكتة غبنت بقلبي خليني أسولف خويا خليني أسولف لك بعد موقف مأذيني ش عندك يا زينب يا ابو فاضل اكو واحد يا ابو فاضل سطر عيني خليني اسولف خوي خليني اسولف لك بعد موقف مأذيني اكو واحد يا ابو فاضل سطر عيني وصارت عين اختك مثل عين امها يا اخوي اذا انت قمت تون على حال زينب ما تريد العباس يون في القبر عليها سمعت الونة من داخل القبر قالت اسكت يا ابو فاضل لو احكي اسولف لك يا اخويا لو بعد كافي اسولف لك اش سوى الصوت بجتافي اسولف لك يا اخويا الذاب لشفافي اسولف لك تراه الحبل والرمها وين اللي عند بنية صغيرة اريد احكي وياه اسمع ايش قالت زينب اسولف ضيم قلبي واحكي آلامه وخاف من اسولف الطم الهامه واحد قال اريد سكينة خدامة ترضون يا سادة ترضون اسولف ضيم قلبي واحكي آلامه وخافا من اسولف الطم الهامه واحد قال اريد سكينه خدامه يا ريتك يا ابو فاضل جنت يا مغى بيت الختام وانزل جن زين العابدين يقول قوم يا عم ذبحتي العمي وهو داخل قبره والله النوايا اعظم من العمد اللي في راسه والسهم اللي في عينه قالت بسك وخبر اريد اقول له واقوم عنه ايش عندك بعد قالت اسالف لك خبر عندي يا قمر عدنان اسالف يا اخويا بدخلة الديوان ايش عندك يا زينب اسالف يا اخويا بدخلة الديوان
الحيوان. خويا يزيد سب امي وضحك مروه. واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمر.